وصلنا هلا على الأردن، استقبلنا رمزي يلي رح يبرمنا من هلا لجمعة على أغلبية المناطق الحلوة بالأردن، ورح ناكل أكل كتير طيب. أكيد مشوار الأردن ببلش هلا. Every country has something good about it. Every country has traditions and we have to respect their traditions. And why are we here? We are here because we love what we're doing, right? لكن رح نعمل هلا شيء اسمه خبز بالطابون. طابون هي هيدي العجينه يلي معموله خبز قمح، منا مثل المنقوشه. فرح من جوردانيان توريزم بورد، من لسه بلوجر من سنغافوره، وصور رح نقضي يمكن وحده من احلى الايام. زعتر الاردني، شوفي احسن طريقه واحد يبلش فيها الجمعه. زعتر هذا بيجي اخضر فاتح شوي مع جبنه، على الخبز بيسموه طابونه، الاسمك من غيره ما بيعلق مثل السفنجي من جوا، ومحمص على الاطراف. واو. And this is for you. Now you have learned how to eat Middle Eastern 101. نعلم على المسح بعد شوي كمان. نحن مش ببعلبك، هو كتير شبيه لإله، هو معبد روماني على تلة اسمها تلة القلعة. هون واحد لازم يزور ثلاث اشياء: المنطقة الأموية، معبد هيركليز، والمتحف. مشوا. فيني تسبح؟ فيك تسبح هي، بس بدك تخاف من سمك القرش. هذا المدرج الروماني انبنى بسنة 130 ميلادي، بيقدر يساع بين 6000 و 7000 شخص، وبعده لليوم بيستعملوه كرمال يعملوا استعراضات فنية عليه. واحدة 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 من كل شيء. اوكي على راسك. يلا. فرجينا كيف بتسخنهم. أولك بيكونوا طيبين قد المعجنات اللي عندنا بلبنان؟ نعم. And this is لحم بعجين. عجينة طرية، حشوة غنية، ما بتعلق. شطور الصبي. هاي جبنة بيضة. قطع الفحص. شو حلو الجو. طلع طلع بشرفك. تشكيلة واسعة واسعة. يلا. تمر هندي مسقع، بحط له مزهر وموارد نقطة بالآخر. ها هي. فرجيني. كيف نحطه؟ أنا رح نلبس زي التقليدي. قلت لي هول معمولين على الإيد؟ على الإيد بقى، هذا كله شغل إيد، أستاذ بيوت. بتكفي برمتنا عند قصب وسط البلد، يعني حسب ما هن كاتبين هذا الشيء اهم من كل فيتامينات العالم. ضعف العام، يخفض الكوليسترول، ينظف الصدر، مقوي النظر، من جميعه، كل شيء. كثير هينه، قصب السكر بفوتوا بالمكنه بينعصر مزبوط وبتنكب من ثاني ميل. موجود. هلا وقت ندوق. كثير مسقعات، عملتها سكر مثل ما لازم. اخوات عن جد طيبه، طيبه كثير. شو ذوقتني هلا؟ هاي شوربة صحية. شوربة صحية كله صحي عندهم. مكوناتها بس اعشاب وبهارات. This is what I was searching for. Street food.
nice people, blending with the community, much more than just simply restaurants. And we've got it. سلام على بكره. وقت ما وصلته بقلي بدي اقعد، بدي اقعد اشرب قهوه، بدي اقعد ارتاح بعد الغداء، بدي اقعد ارتاح قبل الغداء. بدنا ناكل. طيب ما هو بدك تاكل وين؟ تاكل وتهوله؟ هذا بكلافا، many layers of puff pastry with pistachio in the middle and lots of sugar syrup. طبعا الجبنه كثير دايبه، قرشه العسمليه بالاخر، وعندهم كمان كنافه اصابع بيجي بقلبها قشطه. جبنة اطيب بس نهايتهم روعه. ليتس جو. بقدونس، زيت زيتون، عظيم. هاي شو؟ لكن بتعمل هون فول وحمص. تاني ميل من الطريق عنا سندويشات. هو شارع بين بنيتين، وكل ال مطعم واحد. الناس بتقعد بنص الطريق. هو طبيعة المحل، يعني المحل هذا بيعتبر يعني أثر من أثار الأردن. أي زائر يجي من برا بده يبلش هون. قبل ما يوصل الدار لازم يجي على المطعم. فول وحمص، فلافل وسندويشات، وبعدين يروح، وبعدين الباقي. smells garlic big time. So falafel is because Middle Eastern specialty. It's fried, definitely fried. Wow, that's nice with onions inside. هون القصة كلها. مرحبا. خبرنا ابو حاتم، جابونا لهون قالوا لي محل كثير مشهور. نعم الحمد لله. قد ايه صار لك فاتح؟ انا تقريبا هذا المحل صار تقريبا اربعينات، يعني من ايام جدي وعمام ستي ووالدي، وهي انا الجيل تقريبا الرابع المصري. اللقمة السحرية، خبزة، بندورة عليها، شقفة كباب، شوية حمص، وهيدي هي اللقمة يلي بتدوخ. الله، بخلص ومنكفي عمان تتطورخ. شو بعد احسن من هيك؟ ابا موسى عنده روس، كرشات محشية، فوارغ، فتة مقادم، مقادم عجل، كبدة، طحالات، فشن، خاعات، لسانات. انا فايت مثل ما هو. هذا هو الصحن المشكل. نعم، فيه نص راس فوارغ. نعم. فوارغ شو بنحط فيها؟ محشية طبعا. كرشة. طبعا كرشة محشية، رز وحمص وبهارات مع لحمة. هالصوص. نعم. بعدين نحط. هذا شخص واحد؟ نعم هذا وجهه. كرش، فوارغ، راس نيفا. نعم. نخاع. نخاع مع كاملة وجبة مشكلة من كل شيء موجود. حلو. يعني في ناس بتروح بتاكل فاست فود، برجر وفريت وبيبسي، نحن بناكل اكل تراثي شعبي. اصل الاكل هذا اصل الاكل الشعبي طبعا. 100%. نعم. Want to try it? With a piece of bread? Okay. Okay. وبعدين الكروش. Delicious. Change your mind on this? A piece of it? Come on, you came all the way. Yeah, I'll try a little bit. You came all the way. Why not? Tamaita. Rice. Delicious. It's a perception. وبعدين عنا الكرش. الكرش, the stomach is filled with rice. هالرز الطري، هالبهارات الكتير قوية. I love it. بتكفي من بعد ما قضينا كل النهار مثل ما شفتوا اكلنا اكل شعبي ستريت فود. بلشنا بالليل ووقفنا عند ابو محجوب، صار له 55 سنه فاتح. يعني
تعلمنا اليوم كيف يعملوا ساندويش فول وساندويش فلافل اللي ما بحياتكم شايفينهم، لانه نحن بلبنان ما عندنا هالعوايد. وصلنا على محل اسمه فطاطري، وقفنا قدامه مبين مثل كانه سناك عادي، بس اكيد مش عادي ابدا. بياخذ عجينه بيلفها بيكبرها كثير لحديت ما يصير عنده منقوشه. مرمزان وغريلة شدد. واو. لا شغل. مثل الباتفويتي في تقريبا 4-5 لايرز فوق بعضهم. الزيت الجبنة. You have to try it. عاوز عرفتوا نحن وين هلا؟ في شارع بالاردن ما بعرف كيف ركبت اسمه شارع الشاورما، اكثر من 10 محلات شاورما فتحوا حد بعضهم بيعملوا زيت الشيء اللي هو شاورما لحمه شاورما دجاج. يعني اونلي ان جوردن، خلينا ندوق نشوف شو الوضع. حتى ندوقها غيره، حلو الاختراع، شاورما على الفحم بدل ما تكون واقفه نايمه. عجينة بتقرب شوي، الدجاج منها ناشفة، والصوص بالآخر. لذيذة الفكرة، هيدا نجرب غيره. هيدا صجيته شاورما طيبة. ترجع خبركم شو صار. هو شارع اسمه شارع الشاورما، في أكثر من 10 محلات، كل واحد بيعملها على طريقته. واحد له جلادة يشتغل، واحد ما له جلادة، وحدة بالعرض، وحدة بالطول، كل واحد عنده خبريته. وصلنا بالآخر وإذا بدنا نقي واحد يلي هو الكرم، لأنه أول شيء بيستعمل خبز مرقوق اللي بسموه هون خبز الشراك، أبيض نص خبزة بيرجع بينحط على الجريل تا يتحمص على الميلتين، بقلبها لحمة طرية بهاراتها فيها، بحطوا كبيس بسموه مخلل هون مع طراطور. ها؟ مهمة. بفوت من نام، بشوفكم بكره على بكره. رح اكمل المشوار بالاردن ثاني نهار، اكل طيب، اكتشافات، سياحه، منطقه بتعقد، مشوا معي عم بلج منقوشة زعتر. حاج ابو خديجه عجينتها سميكة جبنة بيضة اسم محمد الفوز وعبي منيح بنقوش جبنة واحدة بتشبع كرك بتاكل تلاتة عجينتها سميكة 80 قرش بس زعتر 35 والناس واقفة بالصف. Your first encounter with local breakfast. أبو خميس بطلوا منقوشة الزعتر وبس. وصلنا عند فرن ابو زيد. عم تحرق ايدك انتبه. هيدا اسمه فرن على التنور. نحن بنعرف عنا التنور بيجي مثل جوره كبير النار بنصه وبنضرب الخبز على الطرف، بس حبيت هذا السيستم اللي هو المكنه بتبرم وحده بحط العجينه من ميل بتلف لفه كامله وبتطلع. روعه روعه روعه. خليك تكيف. يا سلام. كمان لفة واحدة والله. هيدا اللي كنت عم فتش عليه، العجينة رقيقة. الزعتر غني كتير. أردني. أردني 100%. الطراف عم بمحمص على الآخر. صار لي نهارين عم فتش على هيك منقوشة. لا وهي الجبنة مكرزة كمان. سلم إيديك. مخبز أبو زيد ساعة تجي على عمان أكيد ريكومندد، خبز بياخد العقل. يلا بنكفي. رمزي بيطلع عباله يتفنن. احنا ماشيين على الطريق وقف على جنب، حطينا المقلية، وقف اشترى شوية خضرة، ركبنا النار. هاي محل هلا صرنا سب الفطيرة
تذوق بس. رجعني 17 سنة على سكوت. فيها المتحف وفيها السوق القديم. طلعوا الجو، طلعوا معنا نكتشفوا سوا. واحد ما شاء الله حتى على وجهه بيحلل الهواء، حجر قديم. إيه بالعكس، كل هيدا عويمة. أيوة. قطر قطر منيحة سخنة بعدها. أيوة. طيب شو فيها؟ قطر بتفجر تحت السنين. هاي اللي معكرون بسموها أصابع زينب، مظبوط؟ كمان عظيمة مثل ما لازم تكون، قرشة من برا طرية من جوا، قطرة خفيف. عظيمة عظيمة، حبيت كثير لكم، ببين فيها انه معمولة هيك على الشعبية، على الطبيعة مثل ما هي. طبيعة طبيعة مظبوط. القطايف عندكم إلى عيد إلى مناسبة أو كل السنة الواحد بياكل قطايف؟ طيب عندنا كان مناسبتها كل شهر رمضان. كل شهر رمضان. ولكن أنا بعد ما تقاعدت وفتحت المحل هون صرت كل يوم أعمل قطايف، عودت الناس، صارت كل الناس تيجي كل يوم تأخذ قطايف. أنا صار يومين هون عم ببرم وكل اللي عم بكتشفه إنه نحن كتير شعوبنا قريبة من بعض، بنفكر بذات الطريقة، بناكل تقريبا بذات الطريقة. علينا بلاد الشام، لبنان وسوريا والأردن كلها بلاد الشام. الله يخليك يا رب، يعطيك الصحة ويحفظك يا رب. كل حبة ساخنة، يلا بعض الشباب كل واحد حبة حبة. خذ محمرة، هاي محمرة سكر، هاي واحدة، هاي المحمرة، هاي المحمرة. الله يعين عليك. حلوة حبيبي. كان في أصحاب حوالي 4 من لبنان من أحلى الشباب. والله ما شاء الله لبنانيين مرتبين رائعين، أخلاق زوج، يعني بكف الصبحيات يكون نايمين صحون يقولوا لي أبي تروق، أبي تروق، شوفوا تروقوني، يعملوا لي المنايش ريف المنايش مع كاسة الشاي، يا الله أحلى منها ما في. خلصنا منطقة صلت، انتقلنا على منطقة الفحص. هي منطقة صغيرة فيها مطاعم لذيذة. زعتر صار في بلدان كل واحد بيقول زعترات وهو اخترعهم، صار في ريستورانات اسمها زعتر، الزعتر وين ما كان، فقلنا منوقف على محل اسمه بس زعتر. تايم اند مور عنده كل شيء له علاقة بالزعتر، منقيش لحمة مع الزعتر، سلامة مع زعتر، يا حوة رح نفوت عليه. كانت قصة بلش الدواء خلصناهم كلهم. القصة فيها عن جد كل واحد له طعمه، كل واحد له نفس، كل واحد له روح. Each one is different, so you cannot say I had a manushi. حطيتها شي طيب.
واحد ما بيقدر يوصل على عمان ما ياكل الكنافه، هاي الكنافه المشهوره اللي في منها او خشنه او ناعمه، انشهر فيها المحل مثل ما شايفين، مئات الاشخاص عم تجي واحد ورا الثاني تاكلوها لانه بحط عليها لوبيت واكيد دكتور. واو هاي الجبنه بتاخذ بسموها خشنه ما بعرف ليه مع انه كثير طريه والقطر اللي بقلبها بعدين قرشه المكسرات على الوجه. كنت مفكر حالي اكل كنافة، كنت مفكر حالي بعرف شو هي كنافة. وهيدي النعمة زيت الشي الجبنة اللي عم تمغط وين ما كان، اللوبيت الملونة. تك 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 ولوبيت عليها. لا لا اكيد خشن، اكيد خشن. نهارات طويلة، اكتشافات عديدة، مش معقول قديش في اشياء ما كنت اعرفها عن الاردن. اكل طيب، شعب لذيذ. واو اذا يومين هيك بعد في خمسة لقدام. برجر لحمة جمل. فجينا تندو. This is yours. محمد تندو. ما لنا متحيلة لحمة أكلتوها قبل لأنه الفات the fat in it is less is lower. ما فيها دهن كتير. طعمتها مثل تقريبا البقر. هلا نشوف. كتير جوسي، ماي بقلبها مزبوط، طعمتها طيبه، ما فيها بهارات، مثل ما عم بتقول very interesting. هيدا هو تاني نهار بعمان. بعد في بكره لحديت نهار السبت، جمعه بتتورخ. بكره ببلش تسليل، رح نبرم محلات اكثر بكثير من المدينه والعاصمه. يلا انا رح كفي اكلي، رح فوت نام، نلتقى بكره على بكره. جون تعال عشرة.